الأسباب الازدحام هو الوقوف العشوائي من بعض السواقين، ونعاني من كثرة السيارات يعني في الشوارع، وبعض المخالفات المرورية التي يرتكبها بعض السواقين لعدم الخضوع للنظام والقانون، ونعاني أيضا من كثرة البساطات في الشوارع. بكثافة السكان في محافظة مأرب بحلول النازحين، احنا نشكر قاعدة المرور بأداء واجبهم الوطني. هذا الازدحام قتلي يا اخي، شغلته الناس مزحمه، مرور ما بيقدر يؤدي عمل صح، من ان بعض الناس مش واعي انه يجنب صح او يوقف صح. قدك عارف المنطقه مزدحمه بعدد من السكان يعني النازحين، وهذه اللي اثارت الجدل ودت الى ازدحام فظيع، وكذلك التنظيم يفعل دور كبير. ازدحام في مأرب، اول مره في التاريخ يوقع هذا الازدحام في محافظه مأرب. أنا لي 12 سنة هنا في مأرب ولم أشهد هذا الازدحام. يا أخي لأن كثافة السكان زادت زيادة على اللزوم. في جميع المحافظات الجمهورية في مأرب هنا متواجدون. أنا في صاحب المتر، إذا معي مشوار لطرف الشارع أعجز إن أنا أوصل إلى طرف الشارع إلا بعد شق الأنفس. فنتمنى من المحافظ ومن المسؤولين المعنيين في هذه المحافظة أن يفتحوا الخط الدائري لكي يخففوا زحمة المواطنين. أو يعملوا كبري أو يعملوا أي شيء لهذه المحافظة. كثرة المواطنين النازحين من المحافظات الأخرى إلى هنا، الحلول أنه مثلا توعية المواطنين، إنشاء الشوارع يعني زفلة الطرق مثلا. أقول يوسعوا الشوارع وينتنظموا ويوسعوا الشوارع، أقل حاجة يوسعوا الشوارع، أقول للمحافظ أحسن حاجة يوسعوا الشوارع لأن الزحمة ضيقة والشوارع ضيقة والأوادم كثروا. الازدحام هو الكثافة السكانية والهجرة الذي هاجر، سبب الهجرة إليها، سبب الميليشيات الذي خلت المواطن أن يهاجر إلى هذا البلد. مشكلة الازدحام المروري في المدينة هي مشكلة تؤرق الجميع، سواء المواطن أو رجل المرور أو أي شخص. هذه المشكلة مشكلة الجميع، أسبابها تزايد الوفود إلى المحافظة، أيضا تزايد أعداد السيارات، أيضا الخطوط الضيقة. الحلول لهذا المشكلة هي توسعة الخطوط سواء داخلية أو خارجية، أيضا الخطوط البديلة كالدوائر والجولات والجسور وغيرها. أسباب الازدحام هو ضيق الشوارع والخطوط، وتوعيات الناس، ما فيش توعية في الناس انه ياخذ النظام والقانون، كل واحد يدخل على هوا، ما فيش انه ياخذ كل واحد بدوره، يعني ياخذ الاول في الاول، لا عندنا اليمنيين، احنا اليمنيين بشكل عام كل واحد يشتي يكون هو الاول، ما فيش انه يحاول ينظم ولا يقول هذا قد يكون في مريض ولا شيء. العدد قلة السكان من أول كنا يعني ما يقارب حول، تجد في الشارع حول 10 سيارات 7 سيارات في هذا الوقت، الآن قد هو بالآلاف والشوارع ضيقة. والسبب الحلول عليهم أن يجعلوا شوارع دائرة برا المدينة، وأن يمنعون الوقوف العشوائي في الشوارع.